العنوان الثالث معنا اليوم هو عن حالة تداولها مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي بشكل كبير جدا في الأيام الماضية، وهي عن إحالة مدعي العلاج بالكي في القصيم للادعاء العام. ومعنا للتعليق على هذا العنوان وعلى هذا الخبر واللي أعطاه تفاصيل أكثر الأستاذ مشعل الربيعان، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة. أستاذ مشعل مساء الخير. مساء النور أخي عزام، حياك الله، رحب فيك أستاذ مشعل. أهلا وسهلا أستاذ مشعل، عطينا بالله تفاصيل العنوان هذا والخبر هذا. طبعا كما ذكرت أخي عزام، أنه تم ضبط أحد مدعين العلاج بالكي وإحالة الهيئة التحقيق والادعاء العام كأول حالة بعد الاتفاق مع هيئة التحقيق والادعاء العام على إحالة بعض القضايا التي نصت عليها اللوائح بأن تكون من مهام هيئة التحقيق والادعاء العام فيما يتعلق بالتحقيق والضبط وخلافه، أو متعلق بالتحقيق تحديدا. هذا من جانب. الجانب الآخر أن الوزارة حريصة جدا على ضبط الممارسات الطبية والصحية، سواء كانت الخاصة بالطب البديل والتكميلي أو حتى الخاصة بالطب الحديث، لأن تكون وفق التنظيمات التي تم وضعها من قبل وزارة الصحة، وأن نتأكد أن جميع الممارسين حاصلين على رخص لممارسة هذه المهن لما يشكله بعض مدعي العلاج بأي طريقة كانت من خطر على المرضى وعلى المراجعين لهم. هذا طبعا من الأمور التي فعلتها الوزارة بشكل كبير، ممثلة بوحدة الالتزام داخل وزارة الصحة التي تقوم بعملية التفتيش والضبط، سواء في المنشآت الصحية الخاصة ما يتعلق بالأطباء أم وحتى فيما يتعلق بالطب التكميلي والبديل. أستاذ مشعل، لا يمكن مزاولة هذه النوعية من المهن بدون ترخيص، صح ولا لا؟ نعم. والترخيص يأتي منكم أنتم يا وزارة الصحة؟ طبعا الترخيص لهذه المهن الطب البديل والتكميلي خاص بالمركز الوطني للطب البديل والتكميلي، هم الجهة المعنية بإعطاء التراخيص لمزاولة مثل هذه المهن، وهم المعنيين بهذا الأمر بشكل كامل. جميل أستاذ مشعل، الشكر الجزيل ويعطيك العافية على مشاركتك معنا اليوم. يعطيك العافية، شكرا جزيلا.